فطاير البصل. ايه فطاير البصل دي؟ فطاير اي خضار موجود عندنا في التلاجة. تعالوا بقى نشوف ايه فطاير البصل اللي معانا. الحقيقة انتوا ممكن تغيروا الوصفة دي، البصل تغيروه باي نوع خضار موجود عندكم، عايزين تحطوه سبانخ، عايزين تحطوه كوسة، اي نوع خضار. بجد انا عملت البصل لانه هي الوصفة هندي، مستوحى من وصفة هندية، فهم بيحبوا البصل، والحقيقة الوصفة الاصلية بتاعتهم بالبصل، بس انتوا تقدروا تغيروها باي نوع خضار موجود عندكم. مقاديرنا ايه؟ معانا بصل جوليان احمر، كوباية دقيق حمص، معايا كمان معلقة خميرة غذائية، كمون، كركم، ملح وفلفل، عصير ليمون، نص كوباية مية، فلفل حامي او فلفل عادي حسب الرغبة، بقدونس مفروم، ومعايا زيت زيتون في الطاسة. هعمل ايه؟ هاخد المية وانزل عليها بالدقيق بتاعي. انا هنا مستخدمة دقيق حمص، دقيق الحمص من الحاجات اللي انا يمكن ما استخدمتهاش معاكم قبل كده، مش متوفر عنده دقيق الحمص، يقدر يبدله باي نوع دقيق. تقدروا تستخدموا هنا دقيق شوفان، دقيق ايه تاني، دقيق حبوب كاملة، اي نوع دقيق موجود عندكم. معايا كمان ليمون. الخميرة الغذائية هنا بتشتغل انها بتدي قيمة غذائية وبتدي طعم. عارفين نكهة الباودر بتاع الجبنة اللي هي بيبقى جاهز ده؟ وانا دايما اقول لكم ايه، ما تستخدموش الباودرز دي يا جماعة، ما تستخدموش الباودرز. الخميرة الغذائية بتدي نفس طعم الباودر تقريبا، بس ايه، هي حاجة طبيعية، فما فيهاش، ما فيش منها قلق او ضرر. طيب، ومناسب طبعا للناس اللي عندها مشكلة مع الجلوتين، ومناسب للناس اللي عندها مشكلة مع السكر، لان هو بيرفعش نسبة السكر في الدم. فلو انا مريض سكر، من مصلحتي يبقى عندي نوع دقيق ده في البيت. زي ما قلتلكوا انا عارفة انه ممكن يبقى سعره غالي شوية، ولكن هو كمية قليلة منه بتقوم بالواجب، ما تتفرتش مني.